بيكم كل متابعي الكرام. النهاردة الفنان اللي معانا وهنتكلم عنه هو بطل حلقتنا الفنان حسن فايق. دخل الفنان حسن فايق مجال الفن بعد وفاة والده اللي كان رافض دخوله الفن تماما، وكان في الوقت ده عمره حوالي 16 سنة، وكان ساكن مع صديقه الفنان حسين رياض في غرفة فوق السطوح بحي السيدة زينب، وبعدها انضم إلى فرقة الهواء، وبعد كده لمسرحية فران البندقية، وبعدها إلى فرقة عزيز عيد. وقرر حسن فايق في الوقت ده أنه يكون فرقة لنفسه، وبالفعل افتتح مسرحية من تأليفه سنة 1919 باسم ملكة جمال، واشتهر حسن فايق بخفة ظله، وبدأ إلقاء المونولوج الفكاهي من تأليفه وتلحينه كمان أمام الفنان إسماعيل ياسين، وشارك في عدد كبير جدا من الأعمال الكوميدية، ومنها خطيب ماما وحكاية جواز وهارب من الزواج، وكمان شقاوة بنات الزوجة الـ13 والزواج، وكمان الصيف وسكر هانم، وغيرهم من الأعمال اللي تألق فيها الفنان حسن فايق. لا ومش بس كده، ده كمان تألق كمان في عدد كبير جدا من أدوار المسرحية، وعمل مع فرقة وكمان نجيب الريحاني وجورج أبيض وإسماعيل ياسين وفرقة التلفزيون المسرحية. ومن أهم أعماله المسرحية اللي شارك فيها الفنان حسن فايق كانت عفريت خطيبتي وحكاية كل يوم والشايب لما يتدلع واستنى بختك والستات ما يعرفوش يكذبوا وركن المرأة والدلوعة وغيرهم وغيرهم من المسرحيات اللي تألق فيها الفنان حسن فايق. كانت بدايته في عالم السينما هي مشاركته في فيلم أولاد الذوات اللي بيعتبر أول فيلم سينمائي ناطق، واللي شارك في مجموعة كبيرة جدا من الفنانين وقتها زي الفنان يوسف وهبي ودولة أبيض وأنور وجدي. ورغم من أن الدور كان في الفيلم صغير إلى حد ما، إلا أنه قدر بعد عمله في مجموعة من الأفلام بأدوار صغيرة أن يترك بصمة كبيرة في قلوب الناس، خلت كمان المخرجين بيضعوا اسمه على أفيش الأفلام، وكان أولهم فيلم سلامة في خير. وبالرغم من أن الفنان حسن فايق ما كانش نجم شباك، وكمان ما توفرتش فيه مواصفات فتى الشاشة زي غيره من النجوم جيله، إلا أنه كان محبوب جدا عند الجمهور واشتهر بضحكته المميزة حتى يومنا هذا. وانحصر دور البطولة لحسن فايق في فيلمين، وهما حسن ومرقص وكهين، وفيلم قصير شاركته في بطولته الفنانة فردوس محمد. أما عن الدور اللي لا يزال عالق في أذهاننا وأذهان الجيل القادم هي أدواره السنوية اللي كانت مؤثرة جدا زي مشاركته في فيلم الزوجة 13، وفيلم كمان شارع الحب، وفيلم معبودة الجماهير، وسكر هانم، وغيرهم من الأفلام الشهيرة جدا. وكان فيلم خطيب ماما هو آخر فيلم شارك فيه الفنان حسن فايق خلال مسيرته الفنية، ومن بعدها عانى من المرض وأصيب بشلل لمدة 15 سنة. عن الحياة الفنية، فكان الفنان حسن فايق دور كبير جدا في المقاومة ضد الإنجليز وفي دعم ثورة سعد زغلول، واعتمد في مقاومته على عمله اللي قدر من خلاله أنه يؤلف مونولوجات ساخرة من الحكم الإنجليزي والخروج مع المتظاهرين والمناداة بها. وحتى بعد مرضه انعدم قدرته على الحركة، أمر الثوري العظيم سعد زغلول بعض الثوار بحمله في المظاهرات ليشارك فيها، لأنه واحد من أهم المتظاهرين في الوقت ده. الفترة الأخيرة في حياة الفنان حسن فايق كان بيعاني من الفقر وكمان شدة المرض، حتى أرسل للرئيس محمد أنور السادات اللي قرر صرف معاش استثنائي يكمل بيه أيامه الأخيرة، وتوفى ورحل عن عالمنا الفنان حسن فايق في سبتمبر عام 1980. وفي الوقت اللي كان الفنان حسن فايق بيشتغل فيه مع فرقة الفنان نجيب الريحاني، حصل على أعلى مبلغ أو أعلى راتب في الوقت ده في الفنانين، رغم أنه ما كانش مشهور في الفرقة في الوقت ده، بس كان بيحصل على مبلغ مالي يصل إلى 15 جنيه.
بعد فترة من الزمن مرت الفرقة المسرحية بحالة من الإفلاس كان ستؤدي إلى حل الفرقة المسرحية، لكن يوسف وهبي استطاع الخروج بالفرقة المسرحية من الأزمة وجمع مبلغ من المال ليعيد الفرقة للحياة من جديد ولتبدأ مرحلة أخرى تختلف عن المرحلة الهواة، وسميت الفرقة بفرقة رمسيس بعد كده. لكن الفنان الكوميدي حسن فايق لم يستقر مع فرقة الفنان رمسيس كتير، لأن اعتاد يوسف وهبي ترشيحه للأدوار السنوية زي شخصية الأغا والزنجي، فشعر حسن فايق بأن الأدوار دي لا تناسب وضعه، لأنه بدأ أنه كان يتشهر وكان ليه أدوار في الإذاعة كبيرة، وكمان قدر أن هو يحقق حلمه ويشتهر. كمان اتقال أن المونولوجات اللي كان بيقدمها الفنان حسن فايق كانت بتبقى من تلحينه وكمان تأليفه، وكان بيعتمد فيها على السخرية من أحداث المجتمع اللي بتدور حوله. اللقاءات الصحفية ليه قال انه بيتهم الفنان يوسف وهبي بانه كان بيعاقبه لما كان بيشترك في فرقة رمسيس، كان بيعاقبه انه كان بيستند ليه الادوار السنوية للانتقام منه على الفترة اللي قضاها عضو في الفرقة المسرحية. اما عن حياته الشخصية، فتزوج الفنان حسن فايق مرتين، مرة من خارج الوسط الفني من السيدة نعمة صالح، ثم توفاها الله وهو يبلغ من العمر 62 عام، وتزوج بعد ذلك من سيدة أخرى وهي حورية الصبور. أما بالنسبة للصديق المقرب للفنان حسن فايق، فهو كان الفنان عدلي كاسب صديقه المقرب، وكان فترة مرضه الأخيرة قبل وفاته كان بيصطحبه كل أسبوع وبيخرج معاه ليخفف عنه مرضه وألمه. الفنان الراحل حسن فايق في نهاية حياته من أزمة صحية أجبرته على ترك المسرح اللي كان بيعشقه، وبسبب إصابة قدمه اللي وصفها بأنها أصبحت شبه ميتة. وقال في حوار صحفي قديم ليه ان المدلك كان بيحضر الى بيته كل يوم وبيحاول ان يرد الحياة الى عضلات ساقه التي اصبحت شبه ميتة، وطلب ان يسافر الى الخارج، فجاء 3 اطباء من وزارة الصحة يكشفون عليه، وخرجوا من بيت الفنان حسن فايق دون ان يقولوا اي كلمة ولو حتى كلمة واحدة. واستقر الأطباء على علاج حسن فايق بأحد المراكز بمنطقة الدقي، حيث كان أهله يحملونه إلى المركز ليتلقى العلاج. أنا الراحل رسالة عتاب للنجوم وقتها، لأنه قال أريد أن أقول شيء عن شيء يحزنني في نفسي، وهو أنني منذ أن تلقيت العلاج في مركز التأهيل لم يزورني إلا فنان واحد من الشباب الحنون، وهو الفنان الشاب أحمد مظهر، وبيحب بيقول أنه كان الوحيد اللي كان بيزوره في المستشفى وفي بيتي كمان، رغم أنه ليس من جيلي، ورغم انني لا ارتبط بي او بيني وبينه علاقة قديمة، بس كان بيزوره وان هو ما كانش من اصدقاء العمر. وقال الفنان حسن فايق اين زملاء الكفاح واين اصدقاء العمر، اين الفنانين الذين اعرفهم من 30 عام. ويوجه رسالة عتاب للفنان فريد شوقي، وقال عتابي الخاص ان الفيلا اللي كان بيسكن فيها الفنان فريد شوقي كانت بجوار مركز التأهيل اللي كنت بتعالج فيه، وكان ما بيفكرش حتى ولو لمرة واحدة انه يزورني. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كان بطلها الفنان حسن فايق، ونرجو من حضراتكم ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة، وكمان اكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو وقولولي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الحلقة اللي جاية. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير.